السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم في أولى حلقات برنامج فتاوى على الهواء، والذي يأتيكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. أرحب بضيفي الدائم في هذه الحلقات من برنامج فتاوى على الهواء، مفتي محافظة نابلس الشيخ أحمد شباش، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير. نعم، كل عام والجميع بكل خير بإذن الله، يكون شهر أمن وسلام على الجميع، في ويعني تنتهي الأزمة التي نعيش فيها وهذه الغمة التي يعني تعصف بالعالم أجمع. يعني شيخ، في البداية نتحدث عن فضل هذا الشهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني في أولى حلقات هذا البرنامج المباشر الذي اخططه إدارة برامج فضائية النجاح، خططت له وأرادت أن يكون هذا البرنامج إن شاء الله يلامس مشاعر وأحاسيس وقلوب المستفتين من أبناء فلسطين، من نابلس حيث البث هذا المبارك، ومن كل من يسمعنا أو يشاهدنا. تحية طيبة أريجها العبق والمسك لكل من يشاهدنا في هذه الساعة. نبارك لشعبنا، نبارك لقيادتنا، نبارك لكل الأمة الإسلامية ولكل الأمة العربية دخول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يكون دخول هذا الشهر بداية خلاص من هذا الوباء والبلاء الذي تعاني منه البشرية جمعاء كما يعاني منه أبناء شعبنا الفلسطيني. نعم، قبل أن نبدأ الحديث عن فضل هذا الشهر، أريد أن أنوه للمشاهدين بإمكانية المشاركة و طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ أحمد شباش من خلال الأرقام 0923444586 و0923444587، الأرقام التي تظهر على أسفل الشاشة كما تشاهدون مشاهدينا الكرام. إذن شيخ، يعني أحد أفضل الأشهر بالنسبة لشهر رمضان، ما هو فضل هذا الشهر؟ شهر رمضان هو أفضل شهور السنة على الإطلاق، كما دلت عليه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل الذي يعني نزل بشهر رمضان مرده أنه شهر القرآن، وأنه شهر تنزل القرآن في ليلة القدر التي هي إحدى الليالي الوترية من العشر الأواخر على ما ترجح لدى العلماء. وكذلك هذا الشهر الفضيل هو شهر الجود والكرم والمصارعة إلى عمل الخير. هذا الشهر شهر الإخلاص، شهر التقوى، لذلك هو أفضل الشهور على الإطلاق بكل المعايير. في هذا الشهر الفضيل تجتمع العبادات بأشكالها وأنواعها، الصلوات الخمس، الصيام، الزكاة أو الصدقة التي يرغب كثير من الناس في إخراجها في رمضان، كذلك العمرة التي تكون في الظروف الطبيعية تعدل في رمضان حجة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنه فضائل هذا الشهر الفضيل أكثر من أن تعد أو تحصى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الصيام هو جنة، وأن الصيام هو عبادة خالصة للمولى سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة بالخير، يعني بالصدقات وببذل الخيرات. شهر رمضان كان جبريل عليه السلام ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه بالقرآن فيما نزل في كل سنة، حتى في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم راجعه في القرآن مرتين. الحقيقة أنه الفضائل العظيمة التي جعلت الصيام وقاية وجنة، يعني يحمي الإنسان من الوقوع في المعصية، والله تعالى سطر ذلك في كتابه فقال: كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا الشهر الفضيل هو درس، مدرسة، جامعة في تحصيل التقوى والإخلاص لله عز وجل، وفي بذل الخير، وفي حصد الحسنات، وفي المساهمة في التكافل الاجتماعي والشعور بالشعور النفس الواحدة. يعني الإسلام ليس هو دين طقوس بمعنى إنه أن يتوجه الإنسان شرقا أو غربا. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر. ثم عدد الله عز وجل أصنافا من الإيمان والبذل والأحاسيس المشتركة بين أبناء المجتمع الواحد. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حقيقة أخي رغيد، هذا شهر رمضان فرصة جامعة لكي يتقرب العبد إلى الله عز وجل، لكي يعود الناس عن معاصيهم. كلنا ذو خطأ وخير الخطائين التوابون، كي نتقرب إلى الله بالصلاة بالصيام. إذا كان يعني رائحة فم الإنسان التي قد يتضايق منها بعض الناس يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عند الله أفضل من رائحة المسك، والله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الصيام فرصة رائعة كما قلت لك لكي نكون على أقرب درجة من الفضل والفضيلة والعمل الصالح. نعم. والتقرب إلى الله. هذا يدفعنا للحديث حول يعني حكمة فرض الصيام يعني في الدين الإسلامي. يعني الصيام له حكم كثيرة وفضائل كثيرة، لربما من أولها تحصيل التقوى. ومعنى التقوى إنه الإنسان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن يجدك أو أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني الذي يصوم الصيام المشروع بالامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، سائر الشهوات، سائر الكلام الفارغ، الكلام الذي لا قيمة له، من صام في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن هذه المفطرات. طبعا هناك مفطرات هي بالمعنى مفطرات، وفي الحقيقة هي معاصي مطلوب من المسلم أن يتركها طوال السنة. نعم. مثل الغيبة والنميمة وكذا. فالذي يحقق هذا الصيام يحصل التقوى كما قلت، أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك الله تعالى حيث نهاك. سيدنا علي بن أبي طالب يعبر عن التقوى بكلام جميل يثبت عنه سندا، يقول: التقوى هي الخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل، يعني العمل بكتاب الله. هذه أول حكمة، الذي يصوم الصيام المشروع يتحصل لديه فضيلة. نعم. التقوى. نعم. سنواصل الحديث حول الحكمة من الصيام. معنا مشاركة واتصال هاتفي من أحد المواطنين. مساء الخير. مساء الخير، عرفنا عن حالك. أبو عطا دندن، نافذ دندن. حياك. نعم. الله. حياك الله، تفضل. الله حيك. بدي أسأل بالنسبة للشيخ أخونا، بالنسبة للي بغسلوا وكلا جايهم علي وبكون عندهم انه في مجال يصوموا وبأخذوا ادوية، لكن بروحوا على الغسيل طبعا بيكونوا مضطرين يروحوا متأخرين ويغسلوا اكل، يضلوا يصوموا ولا كيف الوضع مع انه بيقدروا؟ واضح السؤال. نعم. نعم. شكرا لك ابو عطا دندن، ستسمع الاجابة ان شاء الله من فضيلة الشيخ. هو يسأل عن غسيل الكلى ويعني الظروف خلال الصيام. الحقيقة يعني أولا إحنا نسأل الله عز وجل الشفاء لكل المرضى، ومن يعانون من مشاكل في الكلى ويضطرهم الطب لغسيل الكلى، أولا إحنا نستشعر نعمة ربنا علينا كأصحاء. هذه الكلية التي يعني تكاد تكون بوزن أوقية، يعني 250 جرام أو 400 جرام، يعني هذه الكلية تقوم بأعمال. رب العالمين خلق للإنسان كليتين
تقوم بأعمال يعني تعجز عنها ماكينات كبيرة. لما هذه الكلية تصاب وتمرض بصير الإنسان بحاجة ليغسل كلى، يصبح عنده نوع من ربما الألم والمشقة والعذاب في حياته. لذلك نحن نغتنم هذه الحلقة وكل وقت وكل منبر لندعو الله عز وجل أن يشفي كل المرضى وأنه يعينهم على تجاوز محنهم، إما بزراعة كلى وإما بالخلاص من هذا المرض، وأن يخرجوا سالمين غانمين. الحقيقة إحنا عندنا مجموعة من القرارات والأحكام الشرعية المتعلقة بشهر رمضان التي صدرت عن قرار جماعي لمجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني. حسب قرار مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني، الذي يغسل يعني الكلى يعني يقوم بإخراج دمه كاملا إلى الكلية الصناعية. هذه ماكينة يدخل إليها الدم، يتم تنقيته ثم يتم إعادته، وفي خلال عودته للجسم يتم إعادته مع بعض السوائل أو المحاليل التي تحتوي أحيانا على سكر أو تحتوي مواد يعني كلوكوز وما إلى ذلك. بحسب قرار مجلس الإفتاء الأعلى، يوم الغسيل إذا كان الغسيل نهارا يعتبر المسلم مفطرا، يعني لأنه تم إعادة الدم إلى البدن وإعادة محاليل فيها سكر أو فيها مواد مغذية. حتى لو هو يعني لم يرد التغذية، هي المواد مغذية بطبعها. لذلك غسيل الكلى الذي يتم عن طريق الأوردة الذي توضع في اليد أو توضع في العنق، هذا يعتبر مفطر. عادة بعض الناس يعني يغسل الكلى مرتين في الأسبوع أو ثلاثة، وثلاث أيام يبقى بلا غسيل. أيام التي لا يغسل فيها يستطيع الصوم إذا كان صحته جيدة وتقبل منه تلك الأيام. الأيام التي فيها الغسيل، إذا كان الغسيل ليلا لا يضر. إذا كان إخراج الدم تم قبل أذان المغرب، إعادة الدم صارت بعد أذان المغرب، هذاك اليوم صيامه أيضا صحيح. هناك طريقة ثانية في الغسيل سئلت عنها أمس، والحقيقة أنه أنا استوضحت عنها وبدأت المراجعة والبحث عنها. تتعلق بالغسيل عن طريق البطن. عن طريق البطن أحيانا توضع سوائل تدخل من خلال البطن، وهذا المريض يستطيع أن يستخدمها في بيته بمساعدة والده والدته، يعني لا تحتاج إلى عملية وريد وإدخال دم وما إلى ذلك. اللي يظهر أنه هذا يتم وضع سائل حول الجدار البطني، يصبح هناك ضغط من نوع من أنواع السائل يجعل الماء الذي فيه سموم أو التي في البدن تخرج بناء على خاصية الضغط، الإسموز العلمية. إذا كان هذا السائل لا يصل إلى المعدة وفقط يبقى في جدار البطن ولا يغذي الإنسان، فهذا الغسيل ليس بمفطر إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله تكون الصورة اتضحت لأخونا أبو عطا، يعني الذي نسأل له الشفاء ولكل مرضى الغسيل الكلى. خلال فترة النهار غسيل الكلى، الغسيل العادي الذي يتم عن طريق الوريد مفطر. فإذا عليه القضاء، عليه قضاء ذلك اليوم إذا كانت صحته تسمح له بالقضاء. أو إذا كان الصيام صعبا بإمكانه أن يخرج فدية طالما هذه الحالة المرضية لا سمح الله مستمرة معه. لكن في بعض الناس بزرع كلى ويشفى ويستطيع الصيام، نسأل الله العافية لكل نتمنى المرضى. له الشفاء ولكل المرضى. يعني شيخ، الحديث عن الأمراض يدفعنا للحديث عن المرض الذي يتصدر المشهد اليوم في كل العالم، فيروس كورونا، الذي يعني أثار الجدل أيضا من ناحية إمكانية الصيام، وكان هناك الكثير من الأسئلة حول الموضوع. المصاب هل لديه الرخصة للإفطار في رمضان؟ علينا أن نفرق في الظروف التي نعيشها بين حالتين، الحالة العامة لكل المسلمين وبين حالة المصاب. ثارت إشاعات هناك بين الناس أنه بسبب فيروس كورونا سيكون هناك رخصة للإفطار لكل المسلمين، باعتبار أنه هذا المرض يحتاج فيه الإنسان إلى تناول السوائل والسائل الساخن وما إلى ذلك. الحقيقة أنه المرجعيات الطبية بتخبرنا أنه إمكانية تأثير الصيام على الناس في ظل كورونا ليست واضحة، يعني بمعنى ليس هناك يقين أو غلب الظن أنه راح يكون في خطر من الصيام. وحتى في أول أزمة كورونا هناك كثير من الناس كانوا يصومون الأيام الفضيلة في شهر شعبان واثنين وخميس والأيام البيض، والحقيقة ما تأثروا. فهذا واقع عملي أنه لا يمكن أنه نسلم أنه بسبب كورونا هناك رخصة في الإفطار لعموم الناس. هذا
هذا قضية يقينية واضحة بحمد الله بالتجربة وبالدليل. بقي القول عن المريض المصاب بكورونا الذي ابتلي بالإصابة وانتقل إليه الفيروس وصار قد وصلته العدوى. هناك حالات من المرض يصبح فيها الإنسان بحاجة إلى تناول دواء، يخبر الأهل الطب والاختصاص أنه إذا ما شرب سوائل أو ما تناول بعض الشربات قد يكون هناك خطر على حياته، قد يؤثر على تنفسه، قد يؤثر على رئتيه، قد يتأخر المرض ويتأخر شفاؤه. فمثل هذه الحالات بناء على الوصفة الطبية يمكن لهم أن يفطروا الأيام التي يكونوا فيها مصابين، ثم إن شاء الله ببركة الشفاء بعد أن يحصل لهم الشفاء يقوموا بقضاء تلك الأيام. لكن ما أدركه الناس أنه رخصة عامة لكل أبناء شعبنا أو لكل الأمة الإسلامية بالإفطار بسبب كورونا، هذه ليست رخصة، والناس قد اتضح لهم الحمد لله اليوم الأول من رمضان قارب على الانتهاء، يعني بعد سويعات يفطر الناس. وأسأل الله أنه هذا الوباء إن شاء الله يزول عن كل شعبنا وعن كل البشرية في كل الكرة الأرضية إن شاء الله. آمين. يعني أيضا رأيت الكثير من الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول من هم مشكوك بإصابتهم، بمعنى هناك أخذ عينات لأشخاص يعني يشتبه أنهم مصابون بهذا الفيروس ولا تثبت لديهم الإصابة ربما، أو حتى ظهور النتيجة ويكون بعضهم يعني يتعرض لأعراض هذا المرض. يعني الحقيقة أخي رغيد، الإفطار في رمضان يجب أن يكون بعذر، والعذر هو إما مرض وإما سفر. قال الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا هناك السنة أوضحت إلحاق حالات الحيض والنفاس وحالات الكبير في السن التي فهمت من آيات أو من نصوص أخرى، كما قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن المرض الذي يسمح به الشرع أن يكون سببا للإفطار هو له ميزات أو خصائص، إما أن يكون ذلك المرض بحيث يشق على صاحب الصيام، يعني هو مريض فجرب يصوم فوجد أن الصيام شاق جدا، يعني يحمل أعباء لا يستطيع تحملها، أو وجد أنه الطبيب الخبير الثقة الحاذق في صنعته صاحب الدين بقول له: أنت إذا صمت ستفقد ربما عضو من أعضاء جسمك، ممكن يكون الإنسان مؤثر على صحته، يقول له: أنت إذا بتصوم ربما كليتك يضعف أدائها وتصير أنت بدك غسيل، فأنا بنصحك ما تصوم لحاجتك للسوائل. أحيانا الطبيب الثقة يقول للمريض أنه أنت إذا صمت سيتأخر شفاؤك، لكن لو أفطرت ممكن الشفاء يصير بشكل أعجل وأسرع. هذه الأعذار وهذه مواصفات المرض التي يباح لصاحبها الإفطار. أما والله إذا كان أنا تحت الفحص وأشك أنه أنا مصاب أو مش مصاب والأعراض ليست موجودة، حتى الأعراض لا تظهر أحيانا على بعض المرضى في هذا المرض كما أنت تتابع يعني في الأخبار والمرجعيات الصحية ومنظمة الصحة العالمية. فإذا كان الإنسان ليس لديه أعراض وهو أخذت منه عينة ويتوقع أنه لا سمح الله ممكن يكون مصاب وممكن ما يكون مصاب، فبالتالي هنا أقول له: شد عزيمتك وما تأخذ بالخوف والوسواس. وإحنا يعني كشعب فلسطيني مرت عليه أزمات كثيرة أشد من كورونا وخرج سالما منها، وبالتالي إحنا أبناء شعبنا الفلسطيني قلوبهم أقوياء وصحتهم وعافيتهم كبيرة، ثقتنا بالله يعني، ونحن نشهد هذه الأعداد البسيطة من أبناء شعبنا المصابة. إحنا طبعا ما بدنا نأخذها حج وعذر، لا ما نأخذش بالأسباب، لا نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله، وهذا جزء من إيماننا بالله. لكن نقول إنه احنا صحتنا وعافيتنا ان شاء الله قويه وستسمح لنا بتجاوز هذا المرض بدون يعني هو ان شاء الله. اللي عم يصير انه في تخوف من موضوع جفاف الحلق، كونه الجفاف عرض من اعراض المرض، ويعني بيقولوا انه ممكن شرب الماء يكون مؤثر، ولكن منظمه الصحه العالميه قالت انه شرب الماء او الغرغره ليس هناك دليل على انه سيحمي من المرض. سنتحدث حول هذا الموضوع بشكل مفصل اكثر، ولكن ننتقل الى مؤتمر ناطق باسم الحكومه الفلسطينيه دكتور ابراهيم ملحم، والذي سيضعنا في اخر المعلومات حول انتشار هذا المرض. مشادي وصديقاتها كل عام بخير. بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم بالتهنئة بحلول هذا الشهر الفضيل باسم سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء وباسم الحكومة وباسم القيادة الفلسطينية. تتقدم إلى شعبنا في الوطن وفي الشتات وإلى الأمتين العربية والإسلامية بالتهاني بهذا الشهر الفضيل أعاده الله على شعبنا وقد حقق أمنياته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وتقبل الله الطاعات. في هذا الشهر الفضيل نضرع إلى الله العلي القدير دائما أن يسد الحاجات ويفرج الكروبات ويقرب المسافات بين الأحبة والأصدقاء عن بعد، عبر الإنترنت، عبر التواصل الاجتماعي، تواصل القلوب وليس تواصل الأجساد في زمن الكورونا. وبالتأكيد بأن تقاليد هذا الشهر الفضيل ستكون تقاليد إبداعية خاصة، لا سيما وأننا نواجه حتى الآن حرب هذا الفيروس العدو الخفي الذي لا زال يبطش في البشرية، والبشرية جمعاء تواجه بصبر جميل وبيقين بحتمية الانتصار على هذا العدو الخفي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابقوا في منازلكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. استعينوا بالصبر والصلاة حتى يصرف الله السوء ويفرج الكرب ويكشف الضر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اسمحوا لي أن أقدم لكم معالي الدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة لتضعكم في آخر تطورات الحالة الوبائية. تفضل. شكرا أخي أبو بهاء. مساء الخير جميعا. سجلت خلال 24 ساعة الماضية 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، إحداها لممرض 30 من يطا يعمل في مستشفى المطلع بعد مخالطته مصابين داخل المستشفى، وأيضا إصابة في الظاهرية للسيدة عشرينية حامل وهي زوجة الممرض الذي أعلن عن إصابته سابقا في مستشفى المطلع، أيضا إصابة جديدة في الولجة بمحافظة بيت لحم للطفلة عمرها 12 عاما وانتقلت إليها العدوى عن طريق أخيها العامل في إسرائيل. إصابة في بير نبالة شمال غرب القدس للطفل عمرها 14 عاما مخالط لطفل مصاب والذي انتقلت إليه العدوى أي المصاب عن طريق والده العامل في إسرائيل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي شابا من محافظة رام الله والمبارح وهو طالب في جامعة بيرزيت، ونقلته إلى مركز تحقيق المسكوبية بالقدس، وبعد إجراء الفحص المخبري في يعني من قبل سلطات الاحتلال تبينت إصابته بفيروس كورونا، وقد تم الإبلاغ لمحامي مؤسسة الضمير عنه، والتي أبلغتنا أي مؤسسة الضمير بالحال، وقامت طواقم الطب الوقائي في الوزارة باغتسال عينات من عائلته وهي الآن. إذن مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر من مؤتمر الصحة الفلسطينية والحكومة فيما يتعلق بالإصابات خلال 24 ساعة الماضية في فلسطين حول فيروس كورونا. هناك 4 إصابات كما ذكرت وزيرة الصحة، وهناك إصابة أخرى لأسير فلسطيني في معتقل المسكوبية أو مركز تحقيق المسكوبية. نتمنى الشفاء دائما لجميع المرضى. يعني أعود لك شيخ أحمد شباش، نتحدث عن
العاملين في القطاع الصحي أو الطبي. قبل قليل كان هناك إعلان عن ممرض أصيب بهذا المرض، هل هناك رخصة لمن يعملون في هذا في تماس مباشر مع هذا مع المصابين وما إلى ذلك؟ هل هناك حكم في هذا الموضوع من الأطباء والممرضين وما إلى ذلك؟ حقيقة إحنا بنقدر عاليا هذا الجيش الأبيض كما يسميه أو يروق للبعض أن يسميه، يعني نحن على صلة بكثير من هؤلاء من الأطباء والممرضين ذوي قرابة وغيرهم الذين يتفانون في تقديم خدمة رائعة لكثير من المرضى، وخاصة في زمن يعني الكورونا لما يكون هناك عدوى، يعني هم الصف الأول الذين يتعاملون مع الحالات، وبالتالي إمكانية انتقال المرض لهم ربما تكون أضعاف غيرهم. لكن كما أشرت أنا قبل الفاصل، يعني إذا لا سمح الله أحد هؤلاء أبناء الطاقم الطبي طبيبا أو ممرضا أصيب، فبإمكانه أن يستفيد من الرخصة. لكن يعني مجرد عمله، وإن كما قلت أنه عمله يعني يقدر عاليا له، وهو وبعضهم يعني يداوم بالعشرين ساعة وبالأربع وعشرين ساعة وبالأسبوعين المتواصلات، وقلما تجد وقت فراغ يعني يرتاح فيه. حتى أنا شاهدت صور لبعضهم يعني يكاد يفترش الأرض من شدة النعاس الذي أصابه بعد عمل شاق ومضني. لكن إذا كان لا سمح الله أحدهم أصيب أو ابتلي بهذا المرض، فبإمكانه الاستفادة من الرخصة. لكن إذا هو في السلامة وفي أمن ويستطيع الصيام، فالأصل أن يؤدي الصيام، لأن الرخصة منوطة بالحكم الشرعي بالعذر الذي تحقق أو غلب على الظن وجوده، وليس فقط إنه ممكن أنا أصاب، لأنه الأمور كما قلت لا تؤخذ بقضية إني أنا ممكن إنه يصير كذا أو ما يصير كذا، إنما تؤخذ بشيء واقع. وبالتالي من الشروط التي نص عليها العلماء في قضية رفع الحرج عن الناس ومراعاة حاجاتهم أن تكون الحاجة متيقنة وواقعة وليست مضمونة ظن وهمي، إنما إذا غلب على الظن وجودها أو تيقن من وجودها تصبح هي يعني مبررا للأخذ بالرخصة. وبالتالي لا أجيز أنا يعني كمفتي للقطاع الصحي بالإفطار في رمضان إلا إذا كان في عذر أصاب بعضهم، ونسأل الله أن يخرجوا جميعا سالمين غانمين. نتمنى ذلك بكل أكيد. يعني فيما يتعلق بشعائر الشهر الكريم، من المعروف إحدى أهم هذه الشعائر هي صلاة التراويح، ونحن في مثل هذا الوقت يعني تغلق المساجد ويعني لا يمكن إقامة صلاة الجماعة، هل هناك قواعد معينة لإقامة هذه الصلاة في المنازل؟ إحنا في دار الإفتاء أول ما وصل الوباء إلى فلسطين اجتمع مجلس الإفتاء الأعلى برئاسة سماحة المفتي العام الشيخ محمد حسين وعضوية بعض المفتين وبعض علماء الشريعة من أساتذة دكاترة الشريعة، بعضهم حملت أستاذية وماجستير ودكتوراه وما إلى ذلك. والحقيقة أنه خرج المجلس بقرار يعذر فيه المسلمين من الذهاب إلى المساجد، باعتبار أنه الحالة اللي وصلنا لها أصبحت متحقق منها أو يغلب على الظن انتقال العدوى. لذلك جاء القرار من مديريات الأوقاف أو وزارة الأوقاف ومن دائرة الإفتاء العام أو دار الإفتاء الفلسطينية ومن وزارة الصحة بالتنسيق وبالتعاون أن لا داعي لإقامة صلاة الجماعة في المساجد بما يشمل صلاة الجمعة، على اعتبار أنه المسجد لا سمح الله إذا وصلت إلى حالة مصابة قد تكون سببا بانتقال هذه العدوى إلى الآخرين. والخوف الناشئ من هذه الحالة خوف شرعي، بمعنى أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين في حديثه: من سمع النداء ولم يجب فليس له صلاة إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. نعم. الآن الخوف كما قال ابن قدامة المقدسي، وهو أحد أعلام علماء المسلمين في المذهب الحنبلي وكلمته يعني متفق عليها بين المذاهب الفقهية، قال: الخوف الذي يعذر بسببه الإنسان من الذهاب إلى صلاة الجماعة حتى لو الجمعة، الخوف على النفس، الخوف على الأهل، الخوف على المال. هناك خوف كبير على النفس أن ينتقل إليها المرض. لذلك جاء القرار في فلسطين، في الأردن، في مصر، في السعودية، في الكويت،
الكويت، في البحرين، في كثير من دول المسلمين، بأن صلوا في بيوتكم، وكانت تلك العبارة التي يرددها المؤذن نهاية الأذان استجابة لما جاء في السنة في الليلة المطيرة أو الليلة شديدة الرياح أو البرد، صلوا في رحالكم. هذا القرار يعني إحنا ما كنا نتمنى وما نرجوه ألا يطول، لكن نعم. الحالة الصحية كما هو واضح في حتى في البيان أو الإيجاز هذا في المساء إنه لا زالت هناك بعض الإصابات وغيره، وبالتالي الصلاة في البيت إذا كانت للجمعة وللجماعات فما بالنا بالتراويح، يعني بمعنى إنه صلاة التراويح سنة وصلاة الجماعة فرض في الجمعة، وفي غيرها بعض العلماء قالوا فرض، بعض العلماء قالوا سنة، بعضهم قال فرض كفاية، فبالتالي كيف نصلي التراويح في البيوت؟ الحقيقة إنه كما تصلى التراويح في المسجد 8 ركعات أو 20 ركعة بإمكان أي رب أسرة، أي إنسان في البيت ممن يجيد القراءة، سواء الأب أو الإبن أو أحد الأبناء أو أحد الإخوة، يقرأ ويصلي لأهله ويصلون بمراعاتهم لوضعهم الصحي. عادة نحن بنعرف البيوت اللي بيكون فيها لا سمح الله إصابة بيكون في عنده حجر، لكن أغلب البيوت بحمد الله ما في عندها إصابات، فلو صلوا جماعة تقدم أحدهم، لو صلى 2 ركعة، لو صلى 4، لو صلى 8، إذا الهم عالي يصلوا 20، لو كل ليلة قرأوا جزء من القرآن، لو جعلوا 8 ركعات بعد العشاء و8 بعد ساعة أو قبل الفجر، وهكذا لو قرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ شيء من القرآن حتى يعملوا ختمة طوال شهر رمضان، لو أنهم قرأوا بقصار الصور، كل ذلك جائز، ونحن نريد الأجر الذي قاله عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حقيقة إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان خرج وصلى التراويح أو قيام رمضان أول ليلة، فعلم بصلاته أناس فخرج يصلي بهم في اليوم، فازداد العدد، فخرج في اليوم الثالث فاكتظ المسجد، ففي اليوم الرابع لم يخرج لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم خشيت أن تفرض عليكم. الذي أريد أن أقوله إنه صلاة التراويح سنة مستحبة، وإنه قيامها في رمضان مظنة للمغفرة وللثواب، ولإن شاء الله ربنا يغفر لنا كل السيئات اللي بدرت عنا، لكن نحن نريد القلوب النقية. نحن نريد أن نتعلم في رمضان كيف نشعر مع بعض، كيف نتراجع عن الظلم، كيف من أكل مالا حراما أن يرجع عن ذلك، كيف من أكل ميراثا أن يرجع عن ذلك، كيف من عصى الله في الأيام الماضية أخر صلاة، ترك صلاة، وقع في إثم، أن يتعلم درسا بأن يعود إلى الله عز وجل. أيضا من الجميل إحياء هذه الشعائر أيضا رغم يعني إغلاق المساجد. في هذا الموضوع يعني شاهدنا حتى في صلاة الجمعة يعني مجموعة من الناس 50-40 شخص بتجمعوا في مكان مغلق معين، ويعني يؤدوا الصلاة بشكل يعني يخالف موضوع منع التجمع. يعني نتمنى أن لا تتكرر مثل هذه الأحداث فيما يتعلق بصلاة التراويح، ولكن ما الحكم في هذه الأمور؟ حقيقة أنه بعض الناس اللي يعني ينظرون إلى التدين من زاوية محددة ولا ينظرون نظرة الوعي والانتباه، بمعنى أنه قد يظن البعض أن هذه الخطوة في المساجد جاءت لأجل المساجد، ونحن نقول لهم إنه المرجعيات الشرعية التي هي شديدة الحرص على طاعة الله وشديدة الخوف من الله عز وجل ولا يصدر عنها، خاصة بقرارات جماعية ومرجعيات ثقة في فلسطين وفي الأردن وفي غيرها من علماء الدين الإسلامي اللي يصدر عنهم كل ما يرضي الله عز وجل، لا يمكن أن تصدر الفتوى إلا بناء على مرجعيات شرعية. دار الإفتاء الفلسطينية أصدرت فتوى كانت هذه الفتوى مستندة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. القضية ليست المسجد، القضية التجمع خاصة في مكان مغلق. لذلك يقول بعض الناس يا شيخنا إنه في تجمع في بعض المؤسسات، في تجمع في الأسواق. نقول لهم إذا كان التجمع في المسجد منهيا عنه لخشية الانتقال العدوى، فنقول لكم لا تتجمعوا في الأسواق ولا تتجمعوا في المؤسسات ولا تتجمعوا في أي مكان، إنما خذوا من حاجاتكم ومن حياتكم ما يلزمكم بدون ما تضروا بأنفسكم ولا تدخلوا الضرر على غيركم. لذلك الصلاة في البيت لك أجر الجماعة تمام،
وحتى الصلاة في البيت وإن كانت يعني في غير الفريضة هي أفضل من الصلاة في المسجد، يعني النوافل، التطوعات، صلاة السنن، الرواتب، كلها في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. صلاة المسجد أفضل في الفريضة، وصلاة التراويح أفضل في 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 المسجد، لكن بحكم الظرف الذي أغلقت دوننا المساجد ليس لهوى وليس لأننا ضد المساجد، وإنما لأن نريد صحة الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وفد ثقيف لمبايعته فقال عليه الصلاة والسلام لرجل علم أنه مجذوم قال أرسل إليه أنا قد بايعناك فرجع، يعني إحنا أخذنا البيعة منك خلص قبلناك، لكن ما تأتي لألا لا سمح الله. هذا الموضوع العدلة. يعني مختص بموضوع مقاصد الدين، مقاصد الشريعة، وهي إنه إذا الأمر تعارض، هلا إذا كان أنا بحقق الدين وبحقق الدنيا معا فيجب أن أحققهما معا، خاصة فيما يتعلق بصحتي وعافيتي. إذا كان لابد من أحد الأمرين عند التزاحم في المسائل، مقاصد الشريعة بتقول النفس لا يجوز إدخال الضرر عليها، خاصة يعني إذا أنا بدي أروح أطوف في الكعبة وأنا مريض ومرضي ينتقل إلى الطائفين، لا يجوز لي أن أطوف أنا شخصيا. وإذا كان لا سمح الله هي صارت عدة حالات، سيدنا عمر بن الخطاب وجد امرأة تطوف بالكعبة وهي مجذومة، فقال لها يا أمة الله هل جلست في بيتك لا تؤذي الناس؟ قال فجلست في بيتها، والحديث صحيح عن سيدنا عمر، قال فلما مات عمر جاء أحد الناس وقال لها يا أمة الله أو يا امرأة إن الذي نهاك قد مات، قومي طوفي بالكعبة، يعني اللي كان مانعك خلص خلصنا منه. شوف هذا اللغة أو النظرة هذه قد لا نجدها اليوم للأسف، فقط هي موجودة منذ زمن. فقال قالت المرأة بحس الواعي قالت له ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا، يعني أنا أخذت القناعة بالحكم الشرعي اللي أنا مقتنع أني أنا أريد مصلحتي ومصلحة المسلمين، ولذلك ما راحت الطوف. فلذلك المسألة ليست مسألة، يعني أنا أقول لإخوان المستمعين والمشاهدين والله إن قلوب العلماء والمشايخ طلاب العلم الشرعي تتفطر دما، لأنه أنتوا بتروحوا بتصلوا لكن هم يذهبون للموعظة وللخطابة ولإلقاء الدروس وإلقاء الأحكام الشرعية، وحاجتهم للمسجد، حياتهم في المسجد، إن خرجوا من المساجد حالة الاشتياق للمسجد عند العلماء أشد بحال مضاعف مرتين وثلاثة وأكثر من عموم المصلين، ومع ذلك الحالة الصحية هي التي دفعت. ما نرجوه من الله أن تنتهي هذه الحالة، حالة الوباء قريبا، وأن يعود الناس إلى المساجد وإلى ممارسة حياتهم بشكل عادي وطبيعي إن شاء الله. إن شاء الله. فيما يتعلق بالصلاة في البيوت، هل تصح أن الصلاة صلاة التراويح يعني اقتداء بأحد الأئمة داخل المسجد، بمعنى هو يكون في مسجد ويصلي بصوت مرتفع في سماعات مثلا خارجية وما إلى ذلك والناس تصلي في بيوتها، هل يصح مثل هذا؟ الذي عليه علماء المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أن من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأمومون في مكان واحد، يعني بمعنى إذا كان الإمام في المسجد الآن بيصلوا في الحرم المكي والمدني بضعة أشخاص، بضعة صفوف ضمن معطيات، هؤلاء في مكان واحد. إذا كان المسجد فتح في أي بلد وصلى مع الإمام 10-12 أو صلوا بشكل يرى المأمومون بعضهم البعض ويستمعون إلى صوت الإمام، هذا اسمه اقتداء، هذا جائز. لكن أنا الآن هنا في استوديو جامعة النجاح وهناك الشارع أمامنا وهناك إمام في الجهة الثانية ويصلي بسماعة، لا يجوز أن أقتدي فيه لأنه أنا وياه مش في مكان واحد ولا أرى المصلين أمامي. اثنين، يعني نفرض افتراضات علمية، لو قطعت الكهرباء كيف هو انتقل للركوع، أنا ماذا أفعل؟ ولذلك الأصل المصلين يكونوا مع الإمام في بناء واحد حتى لو كان من طبقتين أو من ثلاثة، حتى بعض أهل العلم تشدد وقال يجب على المصلي أن يرى إما الإمام أو من خلفه حتى لا يكفي الصوت. ولذلك إذا كان الصلاة في السدة أو في الطابق الأرضي عند بعض أهل العلم في نفس المسجد، إذا كان في طابق مختلف قد تبطل. نحن لسنا مع هذا الرأي، مجلس الإفتاء أو دار الإفتاء أصدرت فتوى إنه إذا كان المصلين مع الإمام في مكان واحد بالسماع أو بالرؤية فالصلاة صحيحة، لكن إذا في شارع، إذا في ناس تقطع الطريق تذهب وتأتي، أصبح في عدم اتصال، فبالتالي ما بصح.
اني افتح على التلفزيون واصلي مع التلفزيون. ما بصح انه الامام يصلي في الجامع وكله صلى على السماعه الخارجيه وانا بصلي خلفك، لا يصح باتفاق المذاهب الاربعه. لا يصح اني انا اشغل الفيسبوك صلاه الحرم او صلاه امام في اي بلد، او احط امبارح سالني احدهم قال لي بنحط مجموعه ايات على الفيس او بنشغلها باستديو عشان احنا ما عندنا حدا صوته جميل. ما بيجوز، يعني احنا اللي لازم نقرأ. هلا الان والله الامام صوته مقبول، صوته يعني هذا اللي ربنا اعطاه اياه ومنحه اياه، نحن بدنا نتعاون. ما فيش مانع ان احنا مرة ام انا، مرة ام ابني، مرة ام اخوي اذا انا واخوتي بنصلي. المهم نحن قلوبنا تكون مع الله عز وجل، والصلاة هي شعيرة من الشعائر التي لابد من التأكيد عليها. لا يكتمل ايمان عبد ولا يكتمل اسلام الا بالصلاة، والصلاة عمود الدين، والصلاة لها من الاهمية بحيث انه تاركها على خطر عظيم. أول جواب يجيب عنه تاركوا الصلاة لما يكونوا في النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لكن هذه الصلاة التي بأهميتها هي لا سمح الله إذا اختلفت الأمور وصارت الاجتماع عليها ربما يكون سببا للعدوى، فيجوز شرعا أن تمنع جماعة من أجل صحة الناس، وإن شاء الله ما بطول هذا الوقت إن شاء الله. معنا كمان مشاركة جديدة. مساء الخير. عارفين على حالك وتفضلي. نايستر سور، اهلا. بدي اسال عن انه بصير المراه، هل يجوز للمراه ان تصلي صلاه الجماعه المنقوله عبر التلفاز؟ نعم، كان الشيخ يتحدث في هذا الموضوع قبل لحظات. يا ميساء، نعم سنجيب على هذا السؤال. نعم، اتصال اخر وتفضل. بدي أسأل سؤال، والله ممكن الإنسان المقعد أن يعين بالناس؟ تمام، ستسمع الإجابة بإذن الله. فيما يتعلق بالصلاة خلف التلفاز تحدثنا، نؤكد ربما لم تنتبه الأخت الفاضلة، الصلاة خلف التلفاز، الإمام في التلفاز ونحن نصلي خلفه لا يصح لعدم صحة الاقتداء. نعم، فيما يتعلق بالمقعد يأم بالمصلين، هل يجوز؟ المقعد، نسأل الله أول شيء الشفاء لكل المقعدين من أبناء شعبنا ولكل أبناء الإنسانية. المقعد صلاته ناقصة لأنه من أركان الصلاة القيام. نعم. يعني اللي بيصلي مطلوب منه 14 ركن في كل ركعة مع التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. من ضمن هذه الأركان القيام في صلاة الفريضة. المقعد فقد القيام، يعني هو بيصلي على كرسي أو غالبا ممكن يصلي على الأرض ولا يقوى على القيام، لذلك صلاته ناقصة. بينما اللي خلفه اللي بوقفه صلاتهم كاملة. بعض أهل العلم قال لا يجوز اقتداء من صلاته كاملة بمن هو صلاته ناقصة. بعض أهل العلم قالوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في مرضه وكان يعني سيدنا النبي قال لعائشة رضي الله عنها مروا أبا بكر يصلي في الناس، وحاولت عائشة تعتذر وتقول إن أبا بكر رجل ضعيف ولا يقوى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر، فصار أبو بكر يؤم في الناس. يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يصلون، ففرح المسلمون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر عن الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاه وجلس خلفه يصلي، والناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي بأبي بكر والناس يقتدون برسول الله عليه الصلاة والسلام كما تقول الرواية كما أذكرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جالس والناس خلفه. جاء في روايات إنهم جلسوا، وجاء في روايات إنهم صلوا قائمين، واختلفت الروايات في هذا. لكن إذا كان هذا المقعد هو أحفظ أهل البيت وأتقنهم قراءة، وإذا ما في غيره يؤم يتقدم يؤم والناس خلفه يصلون قياما، لكن إذا كان في الأسرة من يجيد القراءة ولو عن حاضر، فالأولى أن يتأخر ويصلي مأموما، وإن شاء الله بتكون هيك الصلاة أقرب للكمال وأقرب للصحة. نعم، فيما يتعلق بصلاة التراويح من الممكن أن يقرأ الإمام القرآن من المصحف، أليس كذلك؟ لا مانع، هناك خلاف بين أهل العلم في القراءة من المصحف. بعض أهل العلم لا يجيز ذلك ربما للحركة في الصلاة، أو لأنه بقول القرآن بصير المصحف يلقنه فكأنه صار يأخذ من خارج شيء من الصلاة، وهذا المذهب الحنفي بالذات. هناك في المذاهب الأخرى
جواز، وقد ثبت عن بعض السلف انه كان بعضهم حتى يؤم بستنا عائشة ويقرأ من المصحف، وبالتالي خرج قرار من مجلس الافتاء الاعلى يقول يجوز القراءة من المصحف، وخاصة اللي بحبوا يقرأوا ويخشعوا ويقرأوا طويلا، مع بعض الناس بحب يقرأ بالصفحة او بالركعة راها صفحتين وثلاث واربعة، هؤلاء كلهم لا مانع ان يقرأوا من المصاحف، لكن انصح ان يكون هناك حامل للمصحف حتى لا تتحرك يعني ايديهم كثيرا في وضع المصحف ووضعه على الارض وكذا. نعم. فاذا كان في حامل بيكون افضل، لكن اذا ما تيسر يحمل المصحف في يده، يجعل كرسي امامه، لما يجي يسجد يضع المصحف على الكرسي ثم لما يقوم يحمله ويتابع قراءته ولو قلب الصفحات، فهذه حركات بسيطه معفو عنها وصلاته صحيحه ان شاء الله باذن الله. يعني في نقطه وموضوع من يعني ممكن انه من اهم المواضيع في مثل هذه الفتره، وهو تقديم الزكاة على مواعيدها. يعني نحن الآن نعيش وضع اقتصادي صعب إلى حد ما لدى كثير من الناس، وبالتالي في عدد كبير من المحتاجين ومن المتعففين. شو لازم نعمل في مثل هاي الحالة؟ يعني ربما احنا توجهت لنا اسئله قبل شهرين اول ما صارت الازمه هاي او شهر ونص، ونحن اصدرنا فتاوى شفويه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مواقع لجان الزكاه بانه لا مانع من تقديم الزكاه. الحقيقه اكثر اهل العلم يجيزون تقديم الزكاه لسنه كامله او لسنتين، وبعضهم يجيزها لشهرين او لثلاثه. احنا ممكن نحكي عن تقديم الزكاة تاعت السنة القادمة. يعني السنة هاي دخل رمضان وأغلب الناس يخرجون زكاتهم في رمضان، هلا اللي عنده قدرة يخرج زكاة السنة القادمة اللي في رمضان القادم الآن، أنا أجيز له ذلك. من أجل إيش؟ إنه إحنا هذا المال يوصل للصناديق وللجمعيات الخيرية اللي بدها تراعي حاجات الناس، لأنه هناك أسر جديدة دخلت تحت خط الفقر، وهؤلاء كان بعضهم عمال وفقدوا عملهم أو ما نزلوا على محلاتهم أو ما إلى ذلك. الحقيقة يجوز تقديم الزكاة، كمان زكاة الفطر اللي موعدها في رمضان ومن السنة تكون آخر يومين في رمضان، يجوز إخراجها من أول الشهر على المذهب الشافعي، وفي الأيام القريبة القادمة ممكن غدا أو بعد غد سيعلن سماحة المفتي عن مقدارها، وأنا سأنقل للمشاهدين إن شاء الله بالتوافق مع مجلس الإفتاء كم هذه الصدقة، واللي بحب يخرجها من الآن عشان تذهب للفقراء والمحتاجين لعلهم يأكلوا منها أو يتفقدوا أطفالهم أو ما شيء من هذا القبيل. لذلك تعجيل الزكاة، سيدنا العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجل زكاته، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاة سنة وسنتين. فاللي يحب يخرج زكاة السنة وكان يخرجها بآخر رمضان بإمكانه يخرجها من أول رمضان، اللي بده يخرج صدقة الفطر من الآن يخرجها، اللي بده يخرج زكاة السنة القادمة يخرجها، وإن شاء الله ربنا يقضي حوائج الجميع إن شاء الله. يعني في هالموضوع أنت تحدثت أنه من يعني حكمة شهر رمضان أنه يكون في نوع من التكافل ما بين الناس. إحنا في هالمرحلة من يعني من أحوج الأزمان للتكافل ما بين الناس، شو رسالتك للناس بلا شك الموضوع؟ رغيد الله يرضى عليك. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا لما أمرنا بالصيام هناك حكم كثيرة مقصودة من ذلك، منها التقوى، منها الإخلاص، منها يعني الشعور بشعور الناس. عندما الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر إلى الغروب تجوع بطنه. الآن هذا الجوع الذي يحصل له يجعله يشعر بإيه؟ بالناس اللي مش لاقي طعام. هناك ناس لحد الآن في أفريقيا يموتون بسبب المجاعات. هناك أناس فقدوا المعيل، فقدوا رب الأسرة، أو هو مرض وفقد عمله. لذلك شهر رمضان شهر الإحساس، شهر الإحساس بالفقراء والمساكين، شهر الشعور بالناس اللي دخلهم مش مكفيهم. يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا في أروع ما كان عليه الناس الأشعريين. الناس الأشعريين قبيلة في اليمن، قبيلة أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول عليه الصلاة والسلام في وصف تكافلهم: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا أو قل طعامهم في الغزو جعلوا طعامهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. يعني هذا يجيب 10 كيلات، هذا يجيب كيلة، هذا ما يجيبش، كله يتخلط مع بعضه ونقسم الأفراد كم عددهم القبيلة 100 200 يقسم عليهم، كل واحد يرجع بخمسة، اللي ما جابش رجع بخمسة، واللي جاب 10 رجع بخمسة لأنه أعطى للي ما عنده. حالة التكافل هذه اللي هي الالتزام، هي المحك الأساسي للدين. يعني الدين مش صلاة وحركة، مش جوع،
الدين مش طقوس، وإن كانت هذه العبادات والشعائر هي من صلب الدين، لكن الدين أن يكون الناس جسدا واحدا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسر الحمى. إحنا بحقيقة بحاجة لنحول هذا الكلام لعمل، يعني بمعنى إن إحنا ما نضل نتكلم، بدنا إحنا نمارس العمل، إن إحنا نكون حاسين بالآخرين ونقوم بالوقوف إلى جانبهم، ونوقف كمان التبذير في مثل هذا الشهر الكريم. أنا بشكرك جزيل الشكر مفتي نابلس الشيخ أحمد شباش على كل هاي الإضافات اللي قدمت لنا إياها. كل الاحترام لك، وكل عام وأنت بخير، وشعبنا وأمتنا وقيادتنا وكل الأمة إن شاء الله. إن شاء الله وأنت بألف خير. وأنتم مشاهدينا الكرام نتمنى أن يكون صياما مقبولا لكم. دائما نسعد بالاستماع لاستفساراتكم والإجابة عليها في هذا البرنامج. نلتقيكم غدا في المواد نفسه بإذن الله. إلى اللقاء.